اروح لبروكسل، معايا من هناك الاستاذ محمد رجائي بركات خبير الشؤون الاوروبيه عبر سكايب من بروكسل. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور، اهلا. اهلا وسهلا. كيف يمكن ان نفهم اولا يعني كلام ماكرون وكلام السيد جوزيف بوريل؟ في الواقع يعني هناك عدة نقاط يجب أن نشير إليها عندما إذا أردنا أن نحلل ما يجري الآن فيما يتعلق بليبيا والمواقف الأوروبية وغيرها إزاء ليبيا. الاتحاد الأوروبي أهمل ليبيا منذ 10 سنوات أو أكثر، ترك ليبيا جانبا، اهتم فقط في ليبيا. ألو، أنا معاك وسامعك وشايفك بشكل جيد جدا. أستاذ محمد إحنا معاك. نحن معك. اوكي، تم اعيد عفوا. تفضل. في الواقع الاتحاد الاوروبي اهتم فقط في ليبيا منذ ان بدات ازمه الهجره غير الشرعيه، وخوف الاتحاد الاوروبي تخوفه من قدوم اللاجئين الى دول الاتحاد الاوروبي. فمن هنا اهتم، ولكن ايضا الاتحاد الاوروبي لم يبذل الجهود الكافيه من اجل ايجاد حل هذه الازمه، وايضا لم يبذل الجهود الكافيه من اجل إيجاد حل للحرب الواقعة الدائرة هناك. فبالتالي هذا الكثير من الخبراء يضعون اللوم على الاتحاد الأوروبي لهذا السبب. أيضا الاتحاد الأوروبي وخاصة بعض الدول فرنسا وإيطاليا بينها منافسة على مصالحها في ليبيا، كل طرف يريد الدفاع عن مصالحه في ليبيا، فهناك خلاف بين الطرفين ولا يوجد موقف أوروبي مشترك موحد إزاء ليبيا. وطبعا هناك نقطة أخرى هامة، وهي أن منذ اكتشاف الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، معظم دول الغرب اهتمت بالمنطقة وبدأت تتنازع على الاستغلال والسيطرة على الغاز والمصادر الطاقة التي تم اكتشافها خلال 10 سنوات الأخيرة، والتي بقيت سرا يعني خلال فترة لم نكن نتحدث عنها. أنا استمعت عام 2007 ميلادية في بروكسل خلال مؤتمر حول الطاقة، بدأوا يتحدثوا ولكن بتكتم حول هذا الموضوع، وظهر الموضوع على الساحة مؤخرا. فبالتالي هناك أيضا المصالح، تضارب المصالح إزاء الغاز الموجود في الشرق الأوسط. هناك أيضا مبدأ تتبنى دول الاتحاد الأوروبي، وهو أنهم عندما يكون هناك صراع في المنطقة، في المنطقة العربية أو في مناطق أخرى، كثيرا ما يكون هدفهم هو أن يستمر النزاع، لا غالب ولا مغلوب. وعندما يحاول طرف أن ينتصر على الطرف الآخر، نجد أن صرخات والنداءات من أجل وقف الحرب إلى آخره، وذلك لأن هناك رغبة لدى تلك الدول في أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه، أن يبقى الاستاتيكو، لا غالب ولا مغلوب، وهذا وجدناه خلال الحرب العراقية الإيرانية وغيرها من الحروب التي اندلعت في المنطقة. من ناحية أخرى، أوروبا لديها علاقات هامة مع تركيا، لديها مصالح مشتركة، هناك اتفاقية اتحاد جمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، أيضا كثير من الشركات الأوروبية تعمل في تركيا، أي أن هناك مصالح اقتصادية للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أيضا يعتمد على تركيا في موضوع اللاجئين السوريين. وقع الاتحاد الأوروبي مع تركيا على اتفاقية يخصص ضمنها 6 مليارات يورو من أجل المساعدة في وقف جميل تدفق. جميل جدا أستاذ محمد، هل يكون ثمن ذلك كله أن يغمض الاتحاد الأوروبي عيناه أو عينيه عن تصرفات تركيا في ليبيا؟ الاتحاد الأوروبي اهتم بليبيا مؤخرا، متى؟ عندما وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية الاتفاقيتين، اتفاقية الدفاع المشترك أو التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، والاتفاقية الأخرى وهي اتفاقية إعادة رسم الحدود بين الجانب البحرية بين الجانبين. هنا وجدنا أن الاتحاد الأوروبي حاول أن يعود إلى الساحة ويهتم بتركيا، ولكن أعتقد أن الوقت كان متأخرا عندما تدخل في هذا الخصوص.
وأيضا هناك أمر آخر وهذا يجب أن لا نغفله، وهو أن على سبيل المثال فرنسا، تحدثتم عن الرئيس الفرنسي ماكرون، ولكن الجميع يعلم أن الرئيس الفرنسي ماكرون، فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي تعترف بحكومة الوفاق الوطني بأنها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وفي نفس الوقت هناك مطالبات، وكان هناك تدخل للجيش الفرنسي وتم كشف النقاب عنه منذ سنتين أو ثلاثة داخل ليبيا لمساعدة الجنرال حفتر. فهناك تناقضات في المواقف فعلا يعني. تناقضات المواقف، لكن يعني الآن هناك واقع جديد، يعني ليبيا ملأى بالمرتزقة السوريين وغير السوريين الذين استجلبهم أردوغان بشكل واضح وصريح إلى ليبيا. هل يعني يمكن قراءة، يعني هل أفهم من كلام سيادتك أنه تصريحات الرئيس ماكرون هي مجرد يعني جعجعة بدون طحن؟ أعتقد ذلك، يعني يجب أن لا ننسى أيضا، وهي نقطة أيضا أريد أن أركز عليها، وهي أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، هي ثاني أو ثالث قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي، ولديها علاقات عسكرية وطيدة مع كل مع كافة دول وهل بإمكان تركيا أن تستخدم عضويتها في حلف الناتو من أجل غزو دولة أخرى؟ يعني هل يمكن أن يوافق الحلف على ذلك أو يغض الطرف عن ذلك؟ هل كل اليونان عضو في حلف الناتو أيضا؟ لا يحق لحلف الناتو أن يتدخل، وذلك بإمكان الحلف أن يتدخل، أو بإمكان تركيا أو أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي أن تطلب تدخل الحلف في حال أن يكون أمنها بالضبط، وسلامتها في خطر. صحيح ولكن نجد أنه في هذه الحالة أمن وسلامة تركيا ليست في خطر، صحيح فبالتالي لا يحق لتركيا أن تطلب دعم حلف شمال الأطلسي. صحيح أي فأيضا تحدثتم عن اليونان وقبرص، يعني على الرغم من أن قبرص واليونان على خلاف مع تركيا فيما يتعلق بعمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، إلا أن وجدنا وتركيا مستمرة في عمليات التنقيب على الرغم من رفض الكثير والمطالبات بوقف تلك العمليات، إلا أننا وجدنا أن تركيا ما زالت مستمرة في عمل ذلك. فبالتالي الخاسر، أعتقد يعني يجب أن نعترف بهذا الأمر، أن الخاسر الوحيد في هذه الأزمة وتلك الأزمات بالأحرى هي الشعوب والدول العربية، صحيح لأنها تقع ضحية الخلافات والصراعات على مصالح صحيح أجنبية صحيح خارج إطار الدول العربية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، كنت معنا من بروكسل.